يستفيد شبابنا من مختلف العروض من يستغل بشكل جيد فرص التكوين المتاحة التي تعيد لهم الأمل لتحقيق طموحاتهم جميعا التوفيق والنجاح لكل بناتنا وأبنائنا. مجددا تحية للحاضرين ولأسس قطاع التكوين المهني، وأعلن رسميا عن افتتاح رسمي للدخول المهني دورة فيفري 2020. وفقنا الله بما فيه خير أمتنا ووطننا. عاشت الجزائر حرة عزيزة مكرمة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أشكركم على كرم إصغائكم والسلام عليكم. دائما تعكف إلى الشراكة مع الشركاء من القطاعات العمومية الاقتصادية والخاصة. وككل دخول مهني ارتأت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لعقد اتفاقية شراكة مع مديري الشباب والرياضة، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاتفاقية. إلى أولا ترقية التعاون في المجالات الثقافية والفنية والبيئية والاجتماعية، تأسيس برامج عمل تساهم في ترقية العمل الثقافي والتطوعي لدى الشباب سيما متكون المؤسسات التكوينية بالولاية، كما أيضا تشجع على تطوير العمل الكشفي على مستوى المؤسسات التكوينية. ان شاء الله هذا الشركه اللي توجهها لها الدوله.